تقول لي سموها الحريره ليه؟ معرفش والله. هو ده الكلام بقى، هنا الكلام. هجاوبك على السؤال ده لما تساعدني. انا هساعدك طبعا. انت هتعمل له ام علي النهارده. يا نهار ابيض. ايه رايك؟ اعملها لك انا. مستعد؟ تعالى. واقول لك ليه سموها الحريره. قول. حلو. تعالى. ادي جلافز ده كده. نستعد للمطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول لي بقى المطبخ مين حبيبك فيه؟ مامة حضرتك رجعها لك بالسلامه ولا السيده الفاضله زوجتك؟ الاثنين حبايبي طبعا. آه. امي ليها فضل كبير، امي بتعمل اكلات يمكن ما شفتهاش كتير قوي. وزوجتي طبعا استاذه كبيره، زوجتي من اسكندريه. فطبعا يعني هي استاذه كبيره جدا. اكيد شاطره في السمك. سمك بقى مش عايز اقول لك. احنا ما بناكلش سمك خالص في القاهره يا شيخ مهاد. روح اسكندريه بصراحه يعني السمك عندنا حاجه يعني. نحط القرنبيط ده يتقلي كده زي ما انت متخيل يعني. حلو. لكن في اسكندريه السمك بيبقى طبعا طالع طالع فريش. انت ام علي هتعملها لي ازاي يا درش؟ والله انت اللي تقول. خليك في ام علي. احنا بس اول حاجه هنجيب اكيد. أيوة. الكرواسون. اكيد هنهرسه او نعمله حاجه كده يعني. نحط عليه اللبن. الكرواسون هنهرسه. هنقطعه. وبعدين البتاوي في الصعيد الجميل. الله ينور عليك. حلو. طبعا وجد حاجات شبيهه ليه في بعض المعابد. بعض المقابر. اللي موجوده في البر الغربي. المصري القديم. كان بياكل ثلاث وجبات. حلو برضو. زينا كان بياكل الوجبه الاولانيه كانت الوجبه بتاعه الصبح، وكانت اكبر واتقل وجبه. هي وجبه الصباح، وجبه العمل. وجبه العمل، لان هو كان بيصحى من الفجر. حلو. طيب واخد بالك الوجبه الثانيه اللي هي وجبه الظهر. وانت عارف انت في مثل يقول لك افطر كالملوك وتغدى كالامراء وتعشى كالفقراء. سر الموضوع. لا مش سر، هي اللي بتنقلنا من مطبخ لمطبخ. طبعا. شفت البساطه؟ طبعا. توابل بتاخدك من الصين لليابان. من مصر ومن الدنيا لكل الدول العربيه. التوابل هي اللي بتغير. صويا صوص مع زيت سمسم بقيت في اليابان وفي الصين. كزبره وكمون بقيت في اسكندريه وحواري اسكندريه مع السمك وهكذا. صح. ده المدرسه. المنيو بتاعنا طبعا الاستاذ مصطفى كفافي ضيف النهارده. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا ام الدنيا. صباح الفل. شوف الراجل الجميل المتالق اللي هو بيعترف هو اي نعم عنده ثقافه لغويه، ثقافه طعويه عن كل الاكلات، ولكن الراجل يحب ياكل كل يوم اكل طازه، وما يحبش الاكل البيت، وما بيقولش ياكل ايه، راضي بقليله، وده ذكاء راجل 100%. بصراحه انا شاد لك بالذكاء حبيبي. انا عرفت من الكواليس انك انت كل يوم بتاكل الاكل طازه. أيوه. المدام بتعمل كل يوم اكل جديد. أيوه. ما بتاكلش الاكل البيت، فده ذكاء. انت عارف كده ولا لا؟ مش طيبه، ده ذكاء منك. ليه بقى؟ ايوه بتاكل اكل بايت، ما بتاكلش اكل بايت، يعني المدام لازم تخش المطبخ تعمل لك كل يوم حاجه جديده. بس ممكن يعني ناخد اللي جايه. ما بتقولهاش تعمل ايه وبتقولها على ذوقك، لانك لو قلت لها اعملي لي طاجن بابيه باللحمه الضاني او اعملي لي جوز حمام كلف يا سيدي. طبعا. فانت بتسيب الصوره مفتوحه زي ما تيجي. تمام. وترضى بقليل وهتتعشى وخلاص. على طول والله. هي زمانها بتضحك دلوقتي المدام. ايه رايك؟ ايوه صح ولا لا؟ صح كده. فنشوف مع بعض المقلوبه الجميله اهي. لحمه تستوي على النار. الريحه فظيعه. ايوه. ايه رايك؟ شفت؟ حاجه عظمه. أيوة. وناخد الرز ده ياخد طبخه. انت حطيت توابل ايه؟ على المقلوبه. الله. حطيت شويه كمون. بما ان هي مقلوبه حطيت شويه كزبره. شويه قرفه عشان اللحمه الضاني والزفاره بتاعته. شويه بابريكا. شويه التوم الني الحلوين. ننزل بالرز بتاعنا ده كده اهو، ونسيبهم ياخدوا غلوه صغيره كده. دي المقلوبه بكل بساطه وسهوله اهي، عشان اللي تعملها في البيت. سموها مقلوبه ليه بقى يا غالي؟ عشان تحطها كده وكده. عشان بتقلبها. تقلبها كده. ايوه. بس كانوا بيحطوا عليها بتنجان في فلسطين. بيحطوا عليها بتنجان. انت متاثر جدا بالاكل بتاع الدول العربيه لما سافرت. ما هو خلي بالك دي مدارس يعني. المقلوبه بالارنبيط والدجاج اللبنانيين يحبوها. لا وبيحطوا عليها بتنجان. لا بتنجان وبطاطس. بتنجان ما تاكلش يعني. ابدا هم يحطوا البتنجان والبطاطس واللحمه. ويحطوها كلها في بتاع كده ويقلبوها كده. بس بصراحه والبتاعه تتقلب وجبه كامله. اولا البطاطس مع البتنجان. البتنجان تقيل. حل. على البطن. البطاطس مع البتنجان خفيفه. وبعدين ما بتحتاجش صنف خضار، هو بيبقى صنف واحد. لو جنبيه بقى مثلا سلطه ولا حاجه كده سلام عليكم، وتبقى وجبه متكامله. بالظبط كده. قول لي يا درش. قول يا حبيبي. لما بيجي الشهر الكريم ايه الطبق اللي انت في اول يوم في رمضان هتلاقيه على الفطار بلا منافس؟ السمك. السمك عشان المدام شاطره في السمك. المدام اسكندرانيه. ولا علشان اول يوم في رمضان؟ لا هو اول يوم في رمضان بنبقى عند حماتي، فطبعا
السمك بيبقى يعني دايما هو ملك المائده الرمضانيه يعني، واخد بالك؟ اول يوم في رمضان يا درش. شوربه الوقار، شويه، عارف انت مثلا ايه المسقعه بتاعه السمك؟ حلو. عارف مسقعه السمك؟ لا ما اعرفهاش دي، قول لي تتعمل ازاي يا درش. لا انت اسالهم هم، ما انا ما انت تحب تاكل. انا باكل. اي حلو. هي بتبقى يعني مش عارف، هي بتنجان بس هي واخده من ريحه السمك. حلو. معموله بشوربه الجمبري مثلا؟ ممكن تكون مسقيه حاجه، بس هي فيها نفس السمك. حلو. وفي نفس الوقت السمك مهما كان خفيف، فانت لما تاكل المسقعه مع الرز مع السمك بتشبع. حلو. لو اكلت السمك مع الرز بس عمرك ما هتشبع. واول يوم في رمضان دي حكايه كمان طبعا. شفت انا برسم المقلوبه ازاي؟ انت فنان. لا لا، البصل ده جميل جدا بقى لما يخش النار دلوقتي وياخد الزبده. شفت الجمال ده كده؟ بمناسبه قدماء المصريين، المصريين كانوا بيحبوا البصل الاخضر، ده اساس، بيعشقوا البصل. انت عارف ان حضرتك البصل الاخضر ده اكتر حاجه انتيبيوتيك للجسم طبعا. يعني حصانه ترسنه من الانتيبيوتيك، مناعه قويه جدا. كنت اعرف احد المراسلين اللي لفوا العالم، كان صديق ليا، فكان بيسافر عدد كبير من البلدان الافريقيه. حلو. فكنت بقول له انت بتاكل ايه؟ يعني انت يعني كان يروح مثلا حرب مش عارف في اوغندا، في مش عارف في كينيا. كان يقول لي انا باكل اي حاجه واكل معاها بصل. حلو. فهو بالمناسبه كان خريج صيدله. حلو. ما كانش خريج اعلام. حلو. فبقول له ليه بصل؟ قال لي وبصلها هي. قال لي البصل مضاد حيوي ويكون طالع من ارض المكان نفسه. الله عليك. حلو. فخلي بالك انت كل اي حاجه ما تخافش منها لو اكلت البصل، لان هو هيقتل. طب ازيدك من المعلومه شعرا، ومن الشعر بيقول يسموها ايه؟ من البيت شعرا. من البيت شعرا. أيوة. البصل الاخضر بتاعنا المصري ده مش موجود في اي بقعه في الارض. يا سلام. انا بقى سافرت كل دول العالم، مفيش بطعم البصل الاخضر بتاع مصر. تلاقي بصل اخضر بس ما تلاقوش نفس الحراره، نفس الطاقه، نفس السبايسي، ولا الجرجير. شفت حاجه لطيفه اهي؟ ولا الجرجير ولا المانجا. المانجا لا، المانجا دي مفيش زيها خالص. حلو. حقيقي كلامك، ودايما يقول لك بقى بلدي، يعني دي حاجه بلدي، يعني حاجه يقول لك بقى هندي. لا لا لا، بنت دنجاني، المانجا المصريه مفيش زيها. بيجيبوا قص ثمره يزرعوها هنا وكل حاجه، بس ما بتبقاش بنفس الطعم ابدا. هي المانجا المصريه عشان هنا مختلفه الارض والمكان. شفت المقلوبه؟ فظيعه. الريحه رهيبه. هنعمل ايه بقى يا غالي؟ هناخد اللحمه كده نحطها. شفت شيت اللحم دول؟ لحم الضاني ده كده. شفت لازم المقلوبه تترص الرصه دي ليه بقى؟ عشان لما نقلبها يبان جمالها، يبان دلعها، تبان شقاوتها. اللحمه دي تتحط كده اهو، عشان كده سموها مقلوبه. ازيك يا درش حبيبي؟ الرياضه بالنسبه لحضرتك ايه مع الاكل الدسم الحلو اللي تحب تاكله من ايد المدام دايما والولد؟ ماشي نص ساعه كل يوم، والمدام بتنزل معايا نتمشى. طبعا مش هقول لك كل يوم كل يوم، بس بشكل عام انا ده بتقلد بقى الاديب نجيب محفوظ. لا ويا يا ساعه رحمه الله عليه. يا ساعه يا نص ساعه. على حسب، بس لازم تمشي. والمثل المصري يقول لك اتعشى ايه؟ وامشي. اتعشى وتمشى. وتمشى. انا شايف المطبخ المصري ليه شخصيه مهمه جدا طبعا. وبعدين انت لو درست تاريخ او درست سياسه هتلاقي عندك دواير. يعني ايه دواير؟ يعني انت عندك مثلا دايره عربيه فانت بتستفيد من المطبخ العربي، عندك دايره افريقيه فبتستفيد من المطبخ الافريقي، عندك دايره متوسطيه حضارات المتوسط اللي هي اليونان وايطاليا وبتاع بتستفيد منهم برضو. من الحضارات دي كلها والدواير كله دي. بيأثر في كله. حلو. ايه رايك في المقلوبه تقلبها لنا انت؟ يلا بينا. عرفت ليه سماها مقلوبه؟ نعم يا فاروق. يدفع كام واجاوبه؟ بيقول لي ما قلتش على الاستاذ مصطفى جاوبته على السؤال ليه سموها الحريره. ما جاوبتش فعلا. طب انت ليه نسيت؟ ما انت بتاخدني من 30 خدني من بلدي. ايه رايك في ايه رايك؟ انت مبسوط معايا النهارده؟ جدا. مخطوف انت؟ لا بالعكس مبسوط جدا. مش مبسوط والله، تجربه ثانيه. شفت الاكله طلع ازاي؟ يعني انت هتروح تعترض على البرنامج. علاقتك بالشاشه، يعني انا كنت مراسل اشتغلت في حروب وبعد كده نشرات وبعد كده برامج، لكن عمر ما كانت علاقتي بالشاشه مطبخ، فدي اول مره. المطبخ ده عشقي. ده جميل من الطفوله. حاجه جميله بامانه والله، حاجه جميله جدا، حاجه جوايا بقى حتى انا كده. انت بقى بتحبها يا شيف مغازي من طبعا. يعني انت برضو كان نفسك تطلع شيف؟ شيف من وانت صغير؟ لا من وانا صغير كنت نفسي اكون ضابط شرطه لغايه الاعداديه. دخلت في المطبخ لغايه الاعداديه. حبيت المطبخ. كنت اكتب على الكراسات بتاعتي الرايد احمد المغازي. الله الله الله. والله وما زالت موجوده الكراسات لغايه دلوقتي. تاريخ يعني. الرايد احمد المغازي. أيوه. رايد شرطه، رايد جيش، على راسي من فوق، بس كانت الرايد كده. ايوه ايوه. بقيت اتقلت من رايد لشيف. حلو. المقلوبه نطلعها مع بعض؟ هات لي حاجه امسكها بيها. لا استنى، دي لازم تقلبها بقى بطريقه ايه فنيه.
سموها الحريره؟ نعمين اهي حاضر. سموها الحريره ليه بقى؟ الحريره طبعا انت سافرت ورحت وجيت ايوه، لازم تاخد في الاخر صفار بيضة وهي بتغلى على النار. وجود صفار البيضة مع وجود العدس الاصفر ايوه وقوام العدس الاصفر مع القرفه مع التفاصيل اللي بتبقى جوه الشوربه بيحولها لخيوط حريريه. فعلا هي فعلا حتى اللحمه بتبقى نسل كده. ما هو صفار البيضه جه على السائل بتاع الحريره بتاع الشوربه فحولها لخيوط حريريه، عشان كده سموها الحريره. شفت المقلوبه الحلوه دي كده؟ الله. شفت الرسمه اللي انا رسمتها في البدايه؟ الله الله الله. احنا كده فهمنا دي اتحطت ليه من الاول. هو ده بقى، مش كل التفاصيل تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. لا لا دي هنا بقى احتك انت حر فيها حبيبي يا درش. والله انت نورتني النهارده. انت حبيبي يعني. شفت المطبخ لطيف ازاي؟ لا المطبخ جميل و... وبعدين انت مش بتتذوق بس انك يعني تشم الاكل او تاكله لا انت بتتذوق كمان بعينيك يعني في فن. لا بتتخيل الاكله ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا خلق الالوان الجميله دي ازاي، ولما تعرف كمان الفوائد ان كل حاجه يعني لما تقعد مع دكتور تغذيه يقول لك ان الاصفر فيه معادن وفيتامينز، الاحمر فيه الاخضر كذلك. حلو. انا هعمل لك حاجه دلوقتي تهديها الورده. ايوه تهديها لزوجتك. قديم انا قديم قديم ايوه. انت واضح انك مهتم جدا وبتحب اكل زوجتك طبعا، فيبقى الشيف المغازي عمل لك ورده من الطماطم. ورده الطماطم دي طبعا شوف تطلع ازاي. هنروح عند اللي بتاع الورد ونعمل زي الورد عندنا في المطبخ مثلا. تعرف ان معاليك وردة حمرا كمان. المطبخ ده مفاتيح السعاده الزوجيه طبعا والعائليه. المطبخ منه تقدر تقدم اي رساله حب طبعا انت عايزها. سلام عليك. شفت الطماطميه دي؟ يلا ده المتاهه سلام عليك. طب ما اجيب لنا حاجه كده هتحطها على وش البتراح ده. حطها على وش المقلوب. والله انت عسل يا ده هنا كده. ايوه حطها على الدقيقه. يا ابني هو ده. استنى بقى لما نعمل دي كده. يا سلام عليك. الله دي بتهديها لمين يا درش؟ لمراتي حبيبتي طبعا. ده جميله قوي. وللساده المشاهدين اللي بيتابعوك دلوقتي وشايفينك فوق راسي طبعا، شايفين شطارتك في المطبخ. لا بس لمراتي طبعا ماليش دعوه بشطارتك. اختم لنا الحلقه بقى ختام كده. صباح الخير يا مصر الجميل الحلو بتاعك.